أن نستثمر في هذا المجال، لأن قبل من نتكلم على المفهوم الثقافي ومفهوم ديال الصناعة الثقافية هو أساسي لخلق فرص الشغل، وهو مطلب من المطالب ديال الشباب والشابات. أنا قلت لكم قبل ما نكون في الحكومة وقبل ما نتحمل هذه المسؤولية، فاش درت الحملة الانتخابية ديالي من المطالب الأولى اللي كانت عند الشباب فاش كنتكلموا معهم هو فرص الشغل. فرص الشغل اليوم ليس غير فرص الشغل الكلاسيكية، كاين مهن جديدة اللي خصنا نجدوها من المغرب، وهذا هو التحدي اللي عندنا، نجيبوا هذه المهن الشغل الجديدة، ما نخليوش الشباب ديالنا يمشي يقلب على هذه المهن حيت ما كانش في المغرب في دول أخرى. غي إن شاء الله غنجتهدوا، وسمعتوا بعض الأرقام من 2020 اليوم تطور ديال المهن أو ديال الفرص الشغل في هذا المجال، ولو الأرقام بعض الأرقام كتبين بأن كاين أنتم شو ما تحبي، وهذاك مرتبط، هذا اسمحوا لي فتحت واحد 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 نواة سياسي مرتبطة بالمشاكل اللي عشناها في المجال ديال الفلاحة اكسيتيرا، اللي خلت أن الفرص الشغل قلالت في واحد المجال معين اللي هو الفلاحة. أما في القطاعات الحكومية الأخرى وقطاع الثقافة كان هناك يعني خلق فرص شغل، وشفتوا شحال مقاولة ثقافية نشأت من 2021 إلى اليوم، كيبين بأن مرة أخرى كان هناك واحد ديناميكية، وحنا بغينا نواكبوا هذه الديناميكية، لأن خصكم تلاقوا في حقيقة ماشي غير مع الوزارة، خصكم تلاقوا مع الشباب اللي كيخدموا في هذه المجالات، عندهم واحد لا فولونتي واحد الإرادة باش ينجحوا في المجالات ديالهم ويخلقوا ماشي فقط لراسهم لبلادهم، وباش يكونوا هم كذلك يعني واحد الديناميكية إيجابية اللي خلق فرص الشغل للشباب، وهذا هو التحدي اللي عندنا، ونزاكومبان غنبقاو نواكبوهم باش ينجحوا في هذا العمل ديالهم.